انا عندي راجلي معتقل عنده عنده دعوه ما بين واحد السيده ديك لا راس بيه كنضربها قالت لك هي دايره ليه بالله بغى يغتصبها هي مجوجه ومطلقه وهو مجوج دايرين ليه الفساد الخيانه الجوزيه انا سمعت ليه في الخيانه الجوزيه وهي ما باغاش تسمح ليه باقي عند قاضي امام القاضي التحقيق باقي ما داروا معاه والو من شهر 10 عندي بنيه ووليد مريضه معاقه وكنعاني بالمرض المزمنه كان عندي طونسيون كناخذ لي الفانيد يوميا كناخذ الفانيد حالة مادية مزرية ما عندي حتى شي دخل زعما قار اللي غندير به الدخل ديالي هو هاد الزعلولة مو باش كنجمع شوية وندير شوية وصافي هادشي اللي كاين كارية ب 900 درهم كارية في السطح كارية بيت وكوزينة مع الجيران كنجيبو من الزعلولة ما كاين حتى شي حاجة أخرى ما كاين حتى شي دخل قار زعما اللي غادي نجيب به سميتو الدخل ديالي ولا غنعاون به وليداتي ولا هادي كاين الصير الماء والضو والكرا زعما راه الحالة زعما راك نتوما غتشوفوا في حالتي استفدت من الدعم استفدت من الدعم دخلت الأولى وخدي الثانية الثالثة باقا داروا لي هذاك لقد تواصلنا بطلبكم بنجاح كان باقي ما جانيش الكود ديال الفلوس زادت فحال هكايا وعندي البوليو عندي الشلل شحال ما راه شتي الحاله راه جيت معاك بها كندير بيكي الا ما مشيتش بهذا ما نقدرش ندير بيكي حتى في الدار كنشقى بالبيكي ما كاين حتى حد وتقول عندي مشاركه في جمعيه ديال درب غلف جمعيه المعاقين ولكن عمرني ما استفدت منهم الا لاكارت كنركب بالطوبيس فابور ما عمرني ما جاني شي اعانه منهم ولا عطاوني شي حاجه ولا هادي والو عمرني ما جاوني عمرني ما جاوني شي اعانه ولا قالوا لي ها كاين شي حاجه ولا هادي تعاوني بها ولادك والو عمرها ما جات شي حاجه المحسنين بدش اللي سخاهم الله انا دابا حالتي كيشوفوا فيا وهما داكشي اللي قدر عليهم الله ونطلب الله هو اللي غادي يقدرني عليهم وما هما يقدرهم عليا انايا ما نقدرش نقول باغا شي حاجه ما عندي ما بغيت غير نسر تنستقر في واحد المحل كما عباد الله كاملين الحولي الا كان ممكن العيد هذا الشيء اللي كاين انا ما عنديش باش نشري الحولي ما عنديش راجلي مشدود ما عنديش باش نشري الحولي لوداتي ودابا ولادي انا مصدعيني الحولي ماما الحولي متى غتشري لا ماما الحولي متى وقت لي ما عنديش باش غنشري الحولي دابا الله يجيب لنا رزقنا باش نشريه لكم وليداتي والله وليداتي يا ربي عاوني معاهم يا ربي هاد المحسنين بغيت لهم الا عاونوني انا غنبقى ندعى معاهم طول العمر الشيء الا كان النهار مزيان دخل 50 درهم فن الا كان مزيان حيد منها المصروف حيد منها الموضه وحيد منها الكرا بزاف ما كنقولوا الحمد لله كنقولوا الحمد لله واخا انا كنعاني راه مريضه بالطونسيون ولكن الحمد لله